بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عن شروط الخصوصية في واتساب. في مقولة شائعة بتقول: إذا أخذت شيئا بلا ثمن فاعلم أنك أنت الثمن. يعني لو حد ادالك أي حاجة ببلاش، سواء سلعة أو خدمة، لازم تعرف إن هو استفاد بشكل ما من أخدك لهذه الخدمة أو السلعة. يعني ببساطة محدش بيدي حاجة ببلاش، ممكن يكون التمن فلوس وممكن يكون حاجة تانية. احنا في حياتنا خاصة في مجال التكنولوجيا اتعودنا على حاجات كتير جدا انها ببلاش، زي جوجل، زي نظام اندرويد، زي اليوتيوب، زي الواتس اب، زي الفيسبوك. كل دي حاجات بنستخدمها بدون ما ندفع اي مقابل، ومش مستعدين طبعا ان احنا ندفع مقابل فيها. فهل الناس اللي بيدوها لنا مش محتاجين فلوس او ما بيكسبوش فلوس؟ لا طبعا بيكسبوا فلوس كتيرة جدا جدا، ولكن بيكسبوا بطريقة اخرى من اشتراكنا في الخدمة. النهاردة عندنا مشكلة كبيرة في خصوص شروط الخصوصية في واتساب. واتساب قررت تغير شروط الخصوصية بتاعتها. ايه هي شروط الخصوصية وايه التغييرات اللي هتعملها واتساب؟ يلا بينا نشرحها بسرعة عشان نفهم، ونقرر بعد ما نفهم ايه اللي نعمله يكون في مصلحتنا. اكيد سمعت في وسائل الاعلام عن مشكلة تغيير الخصوصية في واتساب، وان واتساب من شهر فبراير اللي جاي هتغير شروط الخصوصية، ومش هتسمح للناس اللي مش هيقبلوا هذه التغييرات ان هم يستمروا في استخدام تطبيق واتساب. طيب نحكي الحكاية من الاول. شركة فيسبوك اشترت واتساب واشترت انستجرام، وكل دي خدمات مجانية بتقدمها الشركة من غير فلوس، لكن الشركة بتجمع معلومات من مستخدمي هذه التطبيقات علشان تستفيد بيها في بيع الاعلانات لمستخدمي فيسبوك وانستجرام. كل ما حد فينا بيحمل اي تطبيق متعودين دايما تظهر لنا رسالة اسمها اتفاقية الخصوصية. الرسالة دي بتقول لنا موافقين تستخدموا البرنامج طبقا لهذه الشروط ولا لا. طبعا احنا للأسف الشديد ما بنقراش، واحنا جايين ناخد حاجة ببلاش، فمش هنتأمر وناخد اللي تقولوا عليه اوكي بس دخلني على البرنامج. ده طبعا خطأ وعادة سيئة كلنا بنعملها بدون ما نفكر في أي عواقب ليها. الشروط دي غالبا بتحدد إيه اللي من حقك تستخدمه وإيه اللي مش من حقك تستخدمه، وبتحدد إيه اللي من حق الشركة تعمله بالمعلومات اللي أنت بتحطها على البرنامج اللي أنت بتستخدمه. المهم واتساب قررت تغير بعض شروط الاتفاقية دي، وقررت تطبق الشروط دي فبراير اللي جاي. والمشكلة انهم مش بس هيطبقوها على اللي حمل جديد، لا هيطبقوها على المستخدمين الحاليين ويسألوهم عايزين تكملوا ولا تزيلوا البرنامج. طبعا الموضوع عمل ضجة كبيرة جدا جدا، وبسبب كده ناس كتير قرروا يغيروا وينقلوا لبرامج بديلة، وطبعا ده ادى فرصة للبرامج البديلة زي تليجرام وسيجنال وايمو انهم يظهروا نفسهم انهم افضل من واتساب وما عندهمش هذا العيب الموجود في واتساب. وده حصل بالفعل، ان عدد كبير من الناس بدأوا يزيلوا من عندهم واتساب، وعدد كبير بدأ يحمل هذه التطبيقات البديلة. قامت واتساب نزلت بسرعة على موقعها توضيح تدافع فيه عن نفسها وتحاول تطمن المستخدمين. لو دخلت معايا على موقع واتساب هتلاقي شريط اصفر تحت موجود بيقولك ان واتساب هتعمل ابديت او تحديث لشروط الخصوصية. عن طريق اللينك ده تقدر تطلع على ايه هي الشروط اللي هتتغير. بسرعة هندخل نفهم ايه هي الشروط زي ما واتساب بتقول. احنا طبعا هنوضح اللي واتساب كاتباه بدون عاطفة، يعني لا هنقول ان هم حلوين ولا هنقول ان هم وحشين، ولا هنقول ان كلامهم صحيح ولا هنقول ان كلامهم غير صحيح. احنا بس هنفهمك هم بيقولوا ايه، وانت اللي تقرر اذا كنت مصدقهم ولا لا، واذا كنت تستمر في البرنامج ولا لا. قبل ما يدخل واتساب في الشرح حط عناوين كبيرة بالاول عشان يطمن المستخدمين. واتساب ما تقدرش تشوف رسائلكم الشخصية ولا تقدر تسمع مكالماتكم الصوتية، ولا هي ولا فيسبوك. واتساب لا تحتفظ بسجلات كل واحد بيكلم مين وبيراسل مين. واتساب ما تقدرش تشوف اللوكيشنز اللي بتشيروها على الواتساب او على الفيسبوك. واتساب ما تقدرش تشارك جهات الاتصال الخاصة بيك مع فيسبوك. مجموعات الواتساب هتفضل شخصية، بامكانك تخفي كل رسائلك وبامكانك تحمل كل بياناتك. بعد العناوين دي بدأ واتساب يجاوب على الأسئلة اللي في ذهن المستخدمين، وقسم الأسئلة تحت عنوانين. العنوان الأول خصوصية وأمن الرسائل الشخصية، والعنوان الثاني رسائل الأعمال والتعاون مع فيسبوك. هنبدأ الأول بالعنوان الأول اللي هي النقاط الخاصة بأمن وخصوصية الرسائل الشخصية.
اول نقطة بيأكدوا فيها ان الرسائل بتخرج من جهازك متشفرة وبتتفك الشفرة عند المتلقي، وما بين الطرفين مفيش حد يقدر يشوف او يسمع الرسائل، وواتساب لا يمكن تتهاون ابدا في مسألة امن الرسائل. ولو عايز تعرف اكتر عن تأمين الرسائل تقدر تعمل كليك هنا علشان يفتح لك صفحة فيها كلام تفصيلي عن سياسة تأمين الرسائل. تاني نقطة بيقولك كل شركات التليفونات بتحتفظ بسجلات للمكالمات بين المستخدمين، انما احنا في واتس ما بنعملش كده لان احنا شايفين ان ده انتهاك الخصوصية وكمان مكلف ان احنا نحتفظ بسجلات 2 بليون مستخدم. تالت نقطة بيقولك مشاركة المواقع الجغرافية، لما بتبعت اللوكيشن بتاعك لحد على الواتس برضه بيتم تشفير هذا اللوكيشن، وبالتالي محدش هيقدر يحدد موقعك الجغرافي الا الشخص اللي انت بعت له اللوكيشن. رابع نقطة بيقول فيها ان مشاركة جهات اتصالك مع الفيسبوك اذا انت سمحت بيها بتخليهم يقدروا يطلعوا على جهات اتصالك علشان تقدر تتصل بيهم بسرعة، لكن ده مش معناه ان هم يقدر يسمحوا لاي ابلكيشن تاني ملك فيسبوك ان هو يطلع على جهات اتصالك. خامس نقطة بتتكلم عن خصوصية المجموعات، بيقول فيها ان احنا بنستخدم قائمة المشتركين في المجموعات عشان بس نوصل لهم الرسائل، لكن احنا مش بندي المعلومات دي لفيسبوك بغرض استخدامها في الاعلانات، وبنأكد على ان محتويات الرسائل مشفرة ومحدش هيقدر يشوفها. سادس نقطة عن اخفاء الرسائل، بيقولك لو حبيت لمزيد من الخصوصية انك تخفي الرسائل ممكن تعمل ده بسهولة عن طريق خطوات بيشرحها لك في الصفحة دي، ممكن لو حبيته نبقى نعمل فيديو مخصوص علشانها. سابع نقطة بيقولك لو حبيت تعرف ايه البيانات الخاصة بيك عندنا ممكن في اي وقت تحمل جميع بياناتك من داخل التطبيق عن طريق اتباع التعليمات اللي موجودة في الصفحة وحطيت لك لينك ليها. بكده يبقى خلصنا كل رسائل تطمين واتساب ليك بخصوص الرسائل الشخصية. هندخل بقى على رسائل الاعمال والبيزنس وازاي واتس وفيس بيتعاونوا فيها مع بعض. اول نقطة بتتكلم عن خدمات الاستضافة في فيسبوك، بيقولك فيها علشان رسائل البيزنس مختلفة عن الرسائل الشخصية هو بيمنح الشركات خيار استخدام خدمات استضافة آمنة من فيسبوك علشان إدارة محادثات واتساب مع عملائها والإجابة على أسئلتهم وإرسال معلومات مفيدة زي إصالات الشراء، مع ملاحظة إن أنت لو استخدمت أي وسيلة اتصال أخرى زي شركة البريد أو الهاتف أو البريد الإلكتروني ممكن أي جهة من دول تستخدم معلوماتك لأغراض تسويقية خاصة بيها، يعني ده مش خاص بفيسبوك بس، وممكن برضو يستخدموا هذه المعلومات لاستفادة من الإعلانات برضو على الفيسبوك. ده طبعا اعتراف رسمي بأن معلومات الرسائل البيزنس اللي هتتبادلها على واتس أب هيتم استخدامها بواسطة فيسبوك لأغراض تسويقية، مع ملاحظة أن فيسبوك بينبه المستخدم في حالة أنه بيتواصل مع حساب بيزنس، يعني أنت لما بتدخل تكلم حد على حساب بيزنس فيسبوك بيقولك أن ده حساب بيزنس، فبالشكل ده هو بيقول أنه هو أعطاك صورة واضحة عن إن هذه رسائل سوف تستخدم عن طريق فيسبوك لتحسين خدمات الإعلان على فيسبوك. تاني نقطة بتتكلم عن ميزات التجارة الجديدة، بيقولك فيها أحياناً وأنت شغال على الفيس بتلاقي إعلان عن سلعة أو خدمة والإعلان ده موجود فيه زرار اتصل بينا عبر الواتس، إذا عملت كليك على الزرار ده هيقوم الفيس يفتح لك تطبيق الواتس أب إذا كان موجود على نفس التليفون ويدخلك على الاتصال مباشرة على الشركة اللي انت عملت كليك على الاعلان بتاعها. اخر نقطة بيتكلم فيها عن خاصية الدفع النقدي عبر واتساب، ودي خدمة تم تفعيلها مؤخرا في بعض البلدان زي الهند بعد الحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بيها. هو هنا بيقول ان هذه الخدمة لها شروط خصوصية خاصة بيها منفصلة تماما عن الشروط العامة الواتساب، وان شروطها لن تتأثر بهذا التحديث. احب اقول لكم اخيرا ان هذه الفقرة اضيفت فقط بالامس، كما أنه تم حذف نقطة كانت موجودة بتتكلم عن إمكانية عرض إعلانات فيسبوك التجارية داخل الواتساب. إحنا كده تعرفنا على الشروط الجديدة من واتساب نفسهم. دلوقتي أنت تقدر تحكم بنفسك، هل أنت مصدقهم في الكلام اللي بيقولوه ولا أنت حاسس إن في معلومات ربما تكون مخفية؟ مع ملاحظة إن في خبر نزل النهاردة في عدد من وكالات الأنباء إن واتساب قررت إن هي تعلق مسألة تحديث شروط الخصوصية، وطبعا ده أكيد بسبب إن في عدد كبير جدا من الناس زي ما قلنا تخلوا عن التطبيق وبدأوا يحملوا تطبيقات منافسة. أشكركم وأتمنى تكونوا استفدتوا، وألقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.